وقت المزيد من اللحظات السحرية على ديزني جونيور. أي أداة لعائلة من المستقبل نستكشف اليوم؟ الستيلا، أكثر مركبة متقدمة في أسطول عالم الغد، وأيضاً وطن آل كاليستو وصديقتهم. ستيلا، هل لي بخمسة فناجين من الكاكاو؟ بالطبع، أضف المزيد من حلو الخضار المنسكية كما تحبينها. عندما تعلق ستيلا في ثقب أسود وتنضر بشدة، ستيلا سفير، وقتها تتحول ستيلا لسوبر ستيلا. حسناً مير، هذا سيخرجنا من هنا. دقائق. مايلز، ميرك، إلى غرفة المحرك. ضعا جالاكتيك جلوب في حقل الطاقة. نحن في طريقنا. نعتمد عليك. إلى غرفة القيادة. هذا ينجح. خلايا الوقود تشحن. وشيء آخر يحدث. بالذات تتغير بالطاقة. وأنت أيضاً. مذهل، بالذاتنا تتطور. المحرك المعطل يعمل الآن. عاد نظام الدعم للعمل. واختفت الثقوب. سيحدث الانفجار خلال 10 ثواني. استعد مايلز، سنخرج من هنا. كنت متأكدة. كاليستو، عدنا إلى نظامنا الشمسي. نعم، عدنا للوطن ستيلا جميعاً. والمدخل اختفى، وهذا يعني أن الأرض بأمان. أحياناً عليك المرور بالأسوأ لتصبح الأفضل، وستيلا الآن أفضل من أي وقت مضى. تابعوا المشاهدة للمزيد من اللحظات السحرية من عائلة من المستقبل على ديزني جونيور.